السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، بنرحب بحضراتكم. يا رب تكونوا دايما بخير وفي أفضل حال. في البداية اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. محاولة قتل محمود الغريب ابن عم نيرة أشرف، اللي طبعا كان طلع في فيديوهات شهيرة قبل كده واتكلم عن ان الصور اللي منتشرة نيرة أشرف صور حقيقية ومش مفبركة، وان نيرة أشرف وأهلها هم الفرع العوج او يعني الجزء العوج في العيلة بتاعتهم. وطلع واتكلم وقال ان اهل نيرة أشرف هم السبب في اللي حصل لنيرة، بانهم كانوا مدلعينها زيادة عن اللزوم، كانوا مخلينها تخرج وتسافر وتروح وتيجي وتعمل كل حاجة بمنتهى الأريحية. على مدار الأيام اللي فاتت والأسابيع اللي فاتت كان بيتعرض لتهديدات من ناس غريبة، ناس أول مرة تكلمه، ناس أول مرة تتواصل معاه، فده إن ده اللي يدل على إن الناس دي ليها علاقة بنيرة أشرف وبأسرة نيرة أشرف. ولكن فوجئنا النهاردة بإنه طلع لايف بث مباشر واتكلم على إنه تعرض لمحاولة قتل أو محاولة اغتيال وهو ماشي في الشارع. مين اللي عمل فيك كده؟ قال معرفش، راجل عنده من 30 ل 35 سنة، أنا ماشي عادي جدا في الشارع، لقيته جاي جري عليا، ضربني بالشلوت أكتر من مرة، فاستحملت وقلت مفيش مشكلة. بدأ يشتمني، قلت له يا عم حقك على راسي، مع إني معرفش أنا عملت لك إيه، بس يعني كفاية، أنت من طريق وأنا من طريق وأنا ما بحبش الخناقات. ولكن الراجل الغريب ده تمادى وضرب محمود الغريب كمان وشتمه بوالدته. هنا محمود الغريب لأنه طبعه حامي، ويعني كلنا كده، محدش يطيق أو يستحمل أنه أمه أو والدته اللي تعبت فيه تتشتم قدامه وهو واقف، فقرر أنه يرد الشتيمة ويرد الإهانة للشخص الغريب والبلطجي اللي كان جاي يموته. طبعا حصل بقى شجار وخناقة كبيرة ما بين محمود الغريب والشخص المجرم اللي كان جاي يقتله ده، والخناقة اتطورت ان هما مسكوا ببعض، ولولا الاهالي اتدخلت الشخص على طول طبعا طلع يجري وهرب من مكان الوقعة، ومحمود الغريب كان اخد اكتر من طعن، يعني اكتر من كدمة في وشه وفي كتفه وكمان في رقبته. اخد بعضه طلع على اسم الشرطة، وهناك عمل محضر ضد مجهول، وطبعا هو اتهم مجموعة من الاشخاص، ما قالش مين هم، ولكن اكيد اسرة نيرة اشرف واهل نيرة اشرف ليهم علاقة بالموضوع. قال كمان يعني انتوا فاكرين ان انتوا لما تلبسوني قميص نوم او لما تضربوني ويعني تدوني علقة سخنة كده انا هسكت؟ لا، انا هطلع وهقول الحقيقة، وبعدين انا ما قلتش حاجة على بنت عمي مش حقيقة، كل اللي انا قلته ان هي فرع عوج في العيلة، والكلام ده على لسان والدها الحاجة اشرف. مش بس كده، كمان قلت ان الصور حقيقية، وبرضو انتوا طلحتوا اكدتوا ان الصور حقيقية وما فيهاش اي فبركة، فمنين انا اتكلمت على بنت عمي، او منين انا خدت في شرفها، ومنين انتوا جايين وعاوزين تقتلوني علشان انا خدت في شرفها؟ انا ما عملتش اي حاجة مش كويسة في بنت عمي، ولا اتكلمت عنها بطريقة مش كويسة. انا كل اللي انا قلته ربنا يرحمها، هي عند اللي خلقها الصور حقيقية مش مفبركة. وقلت كمان ان نيرة اشرف كانت مدلعة، والسبب في الدلع ده هو اسرتها. طبعا محمود الغريب نهى البث المباشر بتاعه على كده، ولكن اللي انا عاوز اقوله لحضراتكم انه تفتكروا مين اللي عمل كده في محمود الغريب، ومين اللي له يد انه يقتل محمود الغريب؟ هل فعلا اسرة نيرة اشرف، ولا مجرد شخص عادي متعاطف مع نيرة اشرف، فلما لقى ان محمد او محمود الغريب بيتكلم بصورة مش كويسة عن نيرة اشرف قرر انه ينتقم منه؟ منتظر طبعا رأي حضراتكم، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان دايما يوصل لكم كل جديد أول بأول. شكرا ليكم، سلام.